بيكم رزيعة في حلقة جديدة من حلقات رزع دوري الأبطال بنسختها ارزع مع سري في رمضان. وكل سنة وانتم طيبين. النهاردة جايين نتكلم مع بعض ونناقش كده على السحور مباراة باريس سان جيرمان والسيتي وصعود لأول مرة منذ يعني 10 سنوات للفيلسوف الأقرع اللي ممكن تقول عليه كلام كتير جدا في حقه الراجل ده اللي اتعلم من غلطات كتيرة جدا كانت في السنين الأربعة اللي فاتت من مانشستر سيتي والثلاثة بتاع البايرن. معرفش يوصل ازاي للفاينل. النهاردة بنشوف ده, بنشوفه ازاي بيتعلم, بنشوفه ازاي بيغير. هنتكلم في ده, هنتكلم على باريس سان جيرمان واللي بعض منكم زعل مني اني شايف وبقول من فترة كبيرة ان الفريق مش شكل فريق بيكسب يا جماعة دوري الابطال. الفريق بيتراجع في ماتشات كتير, بيحصل منه اخطاء, الفرق بتاكله وبيعدي بمهارات فردية كبيرة جدا وامكانيات جبارة عند الفريق. ولكن تعالوا نشوف ايه اللي حصل النهاردة. اعملوا لايك لو بتحبوا الحلقات دي وعايزينها تكمل في رمضان ويعني شكل جديد. حتى بعد كده ممكن نبقى بنعمل الماتشات اللي مش هنتكلم فيها في حلقات رزع اوروبا الكبيره نعملها بهذا الشكل دايما. اشتركوا في القناه لو ما كنتوش لسه رزيع, عايزين نوصل لمليون رزيع في اقرب وقت. وتابعونا ايضا على الفيسبوك وانستجرام عشان تعرفوا الحلقات اللي بتتصور قبل ما تنزل, وافتحوا تنبيهاتكم وخليكم جاهزين. ولكن نخش في الماتش ونشوف الفرقتين ابتدوا ازاي. جوارديولا الراجل اللي عجبني النهارده جدا يا جماعه. النهارده لازم طبعا نتكلم على طبعا يعني مهارة اللعيبة بتاعت السيتي وازاي تمسكوا. هنتكلم على واحد واحد قدم ايه النهارده. ولكن صاحب المنظومة دي الراجل اللي قعدنا نتكلم كتير جدا على البروجكت بتاعه اللي دايما بيقول لسه مش جاهزين انهم يفوزوا بدوري الابطال, هذا الفريق لسه قدامه شويه عشان نوصل لمرحله الفرق اللي بتكسب دوري الابطال. هل السنه دي وقتها؟ جوارديولا يبدو ذلك جدا, يعني يبدو ذلك جدا بالشكل اللي شفناه النهارده. تعالوا نمسك الاول ايه الفرق بين مانشستر سيتي اللي بيطلع كل سنه بين دوري الابطال وايه الفرق بينه السنه دي. هو التعلم, هو فكره ان كل فرقه كان بيطلع منها جوارديولا وهو مثبت على فكرته وهو مثبت على طريق دماغه والشكل اللي هو بيلعب بيه والاستحواذ وبيتضرب بالكور السريعه من ايام مونوكو مع امبابي وبرناردو سيلفا والفرقه الجميله دي. لما اتضرب وخرج بعد كده بيتضرب على طول من فريق ليفربول بسرعات صلاح وماني, بعد كده بيتضرب ايضا من توتنهام بسون وهاري كين, بيطلع من ليون ايضا بالشكل الدفاعي اللي كانوا عاملينه بيضربوهم على طول بالهجمات المرتده. النهارده الراجل ده لعب ماتش ضد باريس سان جيرمان زي ما مفروض اكسب بالشكل اللي يوديني النهائي. يا عم ما متضايقين من فلسفتي, اوكي مش هتفلسف وهلعب بالفريق اللي تقريبا كل العالم متوقعه بنفس التشكيله. النهارده الراجل اللي بيعدل بس بعض الاشياء وهو نزول طرفين جداد في الماتش. مين الطرفين؟ هتلاقي ان زيتشينكو واحد من الاطراف اللي كان من رايي احد رجال المباراه. هنتكلم على رجل المباراه اكيد, ولكن بيشارك فيها ناس كتيره جدا من السيتي. زيتشينكو واحد منهم. زيتشينكو اللي ممكن يكون يعني قلبه وقف في اول الشوط على طول, عشان نذكر بالدقيقه بالظبط كانت في الدقيقه كام, دقيقه 7. الماتش كان ممكن ياخد اطار تاني خالص بالكوره الهاند بول اللي جت فيه. طبعا كوره لا تحسب بالمره, كوره صحيحه يعني التشيك في الفار بصوا عليها واكتشفوا انها كوره مش محسوبه, كوره مش بينالتي مليون في الميه. العظيم ان زيتشينكو واقف صح ومثبت صح ومنزل ايده. الراجل اللي ما توترش, الراجل اللي قدم مباراه فوق عبقريه وشال اكتر من كوره كانت ممكن تخش الجون النهارده. خلونا نتكلم على دفاعات السيتي نفسها. لو هنبتدي من تحت كده, ادرسون الراجل اللي مشارك في الهدف الاول او الثاني بنسبه كبيره, الراجل اللي لعب الكوره على طول جه منها الهدف. الراجل ده الليبرو, الراجل اللي موجود انسب حد لمدرسه جوارديولا والراجل اللي متثبت بقاله فتره, الراجل اللي بيناسب جدا هذا الرجل. الدفاع بقى, الدفاع وقف عند الدفاع هنا يا جماعه عشان لازم تقول ان الكوره فيها بعض من الحظ. هقول لك ليه. فكره روبن دياز الراجل اللي جوارديولا ما كانش حاطه اوبشن عنده, الراجل اللي كان جوارديولا حاطط كل كلامه وكل منظوره على كوليبالي من نابولي وعلى لعيبه تانية مدافعين زي كوندي من اشبيليا, وبنشوفه في الاخر بيروح لاوبشن هو كان روبن دياز الاوبشن الاخير بالنسبه له, وبيتحول روبن دياز وبيحول شكل السيتي دفاعيا وبيحول شكل موسم السيتي تماما. بيفكرني بالظبط يا جماعه بدون يعني افوره بانطلاقه فان دايك مع ليفربول.
ليفربول هو فرق تماما يا جماعه في منظومه السيتي وعلى تماما كل اللي جنبه. يعني واحد زي ستونز ممكن تكون انت بتتغافل عن الكلام عليه، ولكن لا يا جماعه، ستونز تقل جدا، عالي جدا، بقى مفيد جدا لمنتخب انجلترا، واظن انك هتشوفه بيلعب في اليورو السنه دي بعد الاداء ده. الراجل مستواه يعني اترفع جدا جنب دياز. دياز الوحش، دياز يا جماعه. ومعلش انا عارف ان جمهور ليفربول ممكن يشوف كلامي ده برضه فيه نوع من الافوره، ولكن انت بتتكلم انك جبت واحد زي فان دايك، ولكن الفرق ان ده عنده 23 سنه وده في اواخر عمره. فان دايك هيديك 5 سنين جبارين، فزت معاه ببطولات كده كده يعني رجع بمرجوعه، ولكن يا جماعه بصوا على سن روبن دياز تتخضوا، بصوا على موهبه الراجل ده يا جماعه في هذا السن وهذا الشخصيه. بسم الله ما شاء الله، والتراي ده والشكل ده النهارده سادد، مفيش ولا شوطه اون تارجت يا جماعه. ستونز ودياز وزيتشينكو ووكر مخليين باريس سان جيرمان من غير امبابي انا عارف، ولكن نيمار وايكاردي وديماريا وبيريرا في النص وكل اللعيبه دي ما تشوطش كوره على المرمى يا جماعه. فلا النهارده زي ما اتكلمنا ايضا في حلقات اوروبا كتير، قوه دفاع السيتي اللي خلت الشكل النهارده المنظومه الكبيره جدا اللي بيبني عليها السيتي. النهارده السيتي مدي الاستحواذ تماما في الشوط الاول لباريس سان جيرمان. خد كوره يا عم، خد كوره والعب وقضي حياتك، وانا هعرف اضرب امتى، وانا هعرف ازاي هلعب على الرباعي اللي بيلعب قدام يعني الرخمين من وجهه نظري. هاجي طبعا للخط الامامي، ولكن لازم تيجي تتكلم في النص على واحد زي فرناندينيو. فرناندينيو هيشيل رودري، طب ليه جوارديولا قال لك عيد ميلاده؟ يعني طبعا ده سبب ممكن يكون بيقول له عليه كل سنه وانت طيب طريقه لطيفه، ولكن لاعب عنده 36 سنه بتجامله في ماتش زي ده؟ لا انا اسف، دي مش مجامله، لا انا اسف، ده واحد يا جماعه النهارده فرناندينيو، لا انا ممكن يعني والله العظيم لو كنا ضاربين له بطاقه وبنتكلم ان ده مثلا عنده 24 سنه ايزي تصدق، ايزي تقول لا عادي جدا. النهارده فرناندينيو يا جماعه مش بس فكره الديفنسيف ورك ريت اللي هو عامله، لا انت بتتكلم على واحد خبره، انت بتتكلم على واحد النهارده انا اسف بتشوفه ازاي بينقذ زيتشينكو من الغياب من الفاينل. هنتكلم طبعا على فكره باريس سان جيرمان بعد انتهاء الشوط الثاني، ولكن زيتشينكو كان على بعد كلمه كمان ان هو يطرد. فرناندينيو واقف قدامه يا جماعه دعكوا، بيدعك فيه الراجل النهارده بيمسخره، بعد قعدش تلعب النهائي يا ابن فاهم؟ كل سنه وانتم طيبين، رمضان مش عايز اقول قال له ايه، ولكن النهارده بيعنفه، النهارده واقف بيديله محاضره. فعلا جوارديولا لازم يشكر فرناندينيو اللي ممكن ما يلعبش نهائي ورودري يكون موجود، ولكن زيتشينكو هيكون موجود وده مهم جدا في النهائي بالنسبه لكتيبه جوارديولا دلوقتي. فشيء عظيم من فرناندينيو عشان ما نزودش يعني، ولكن بجد شابوه لهذا الراجل اللي ما تتوقعش منه خالص في السن ده ان هو يقدم مباراه كبيره جدا كده. جنبه جندوجان طول الموسم، جندوجان رائع، حتى ظهور دي بروين فاللي هو عارف ظهر لك مانجا وحته شوكولاته، فانت اكيد غصب عنك هتروح للشوكولاته اللي هو دي بروين، ولكن المانجا حلوه قوي. المانجا بتاع جندوجان النهارده اداء استثنائي، اداء النهارده بعد ما كان ليه الملكه الهجوميه وبعد ما كان دي بروين غايب وبيقدم له دور الاتاكينج ميدفيلدر فوق العظمه وهداف وجوان و10 اجوان، ارجع يا جندوجان تاني اسقط في نص الملعب، خليك انت اللي بتسقط جدا وانطلق يا دي بروين والعب يا دي بروين مع بقى ايه الرباعي الرخم اللي انا بسميها. دايما معروف ان لما يلعبك حد اشول في الجبهه الهجوميه دي بيبقى حريف جدا، بيبقى رخم جدا، ما بالك اربعه او ثلاثه منهم شول وثلاثه منهم كل واحد بستايل شكل وبسن مختلف. يعني عندك رجل المباراه رياض محرز، الراجل اللي يعني بيحقق تاريخ وبيرفع يا جماعه بجد يا جماعه مش كلام روح كل العرب اللي بيتفرجوا النهارده، شيء جميل يا جماعه. والنبي والله ما كلام بقوله انا واحد ما دام بيتابعني ناس هفضل اقول الكلام ده، بلاش والنبي حته بقى صلاح ولا محرز، بشوف النهارده بدون ذكر اسماء صفحات خرا اقل حاجه تتقال عليه، حاجه تقرف. دلوقتي بوست نازل من افضل صلاح ام محرز؟ ليه يا جماعه؟ ده احنا بنتنشا ان احنا يتقال عندنا صلاح ومحرز ومصطفى محمد ولاعيبه الجزائر والمغرب والتوانسه وكل المحترفين، النهارده شيء عظيم، النهارده بسم الله ما شاء الله لاعب عربي بيسجل 3 اهداف في سيمي فاينل واحد ذهاب وعوده، هو اول لاعب يعمل كده بسم الله ما شاء الله. كلام دلوقتي كمان قريب مش عارف صح ولا غلط ان
هو اللاعب الوحيد او تاني لاعب على طول بعد ساديو ماني يعمل الرقم ده في كل تاريخ الانديه في انجلترا. النهارده الراجل ده هو اول يعني ان شاء الله جزائري يوصل بعد رابح ماجر ان هو يفوز بدوري الابطال. لو قدر يفوز بيها هيبقى اللي واقف معاه، ولكن اهداف رياض محرز اكتر بكتير كمان. النهارده هي بطوله جباره، النهارده انت بتشوف محرز ليه فورمتين بالنسبه لي هم توب بيك. الفورمه دي بقاله كده اخر الموسم ومش في اوله، اللي هو بعد ما تركن وبعد ما رجع حتى اخره، بنتكلم في اخر 5 ماتشات الراجل مشارك بثلاث اجوان واثنين اسيست، فانت بتتكلم في ارقام مرعبه. السنه دي 13 هدف و7 اسيستات 20 جون كومبايند. فانا بقول لك الفورمه دي هي من اقوى الفورمات مع فورمه ليستر سيتي لما خد افضل لاعب في البريمير ليج وكسبوا الدوري. الراجل ده يختلف ان دي كانت فورمه مهاريه عاليه جدا باداء فردي عالي جدا. النهارده بتشوف لا، لو الراجل ده اديت له سنه بقى بالاداء ده هيبقى مرعب. النهارده هو بيقترب جدا 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 من جايزه افضل لاعب عربي في الموسم او البالون دور العربي زي ما بيتقال. النهارده الراجل ده ممكن يترشح لجوائز كتيره هذا الموسم بسبب الاداء المرعب اللي عامله. النهارده جوارديولا بتشوف محرز يا جماعه بشكل غير طبيعي بيدافع، موجود بشكل كبير، عارف امتى يرقص بالظبط، عارف امتى يباصي، سريع جدا في بساطه. النهارده هو مفيد جدا، عارف واقف فين، هيخلص امتى. النهارده بتتكلم على الجون الثاني، سيبك من الجون الاول او هنجي بالترتيب عشان ما تزعلوش. الجون الاول اللي في الدقيقة 11 بعد ما الراجل سلم لك الماتش هناك وكسبك في فرنسا، بيجي بعد يعني كرة ميتة جدا رياض محرز بيخش على طول ويخلص لك الهدف الأول والتاني. ممكن بنتكلم إن فودن ممكن يكون هو 90% من الجون، ولكن حتى تخليصة محرز فيها كانت حاجة استثنائية. الراجل نفس قافل تماما الزاوية الضيقة، محرز حطها له فوق. محرز لعيب قوي يا جماعة، محرز النهاردة شيء بصراحة مبهر. وكنت بقول يا جماعة من مثلا إيه 3-4 حلقات كده او 3-4 اسابيع انا اسف، محرز لازم يمشي، وده يمكن يكون كان غلط مني او ان انا ما كنتش شايف جوارديولا بيعمل ايه فيه. زي ما هو مقعد ستيرلينج وغضبان عليه الايام دي، اقعد يا ستيرلينج، حتى لما نزل ستيرلينج شفناه كان هيتشقلب على وشه، ولكن النهارده بيموته، النهارده بيلعب معاهم نفسيا. محرز العب، وجنبه بقى ايه، اكمل لك بقيه الشله اللي هي ايه الشله المتعجرفه اللي بسميها. فودن يخرب بيته، بسم الله ما شاء الله، ده لاعب عنده 21 سنه يا جماعه، النهارده في الكاونتر اتاك بيعملها بشكل يعني بقاله 12 13 سنه بيعملها، السرعه الجباره. هرجع واقول لك تاني كلام جوارديولا عليه، ما تنساهوش ابدا وما تشيلوش من مخك، وتعرف ان الراجل ده برده جوارديولا بيعرف امتى الفاكهه استوت. النهارده قعد مع قعده وقعدنا نقول هيمشي زي سانشو وهيهرب منك يا جوارديولا، وعم ما تفتيش ولاعبه، النهارده بيلعبه طول الموسم. النهارده بتتكلم على فودن، مين ما يقولش ان هو واحد من اهم 11 لعيب في منظومه مانشستر سيتي بني عليها الفريق، خلاص ما تقدرش تشيله. تتكلم في برناردو، تتكلم في جندوجان، انا اسف، ولكن لا 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 لا، فودن النهارده هو احد افراد المنظومه الهجوميه اللي بدون مهاجم، اللي مخليه ناس زي خيسوس واجبيرو واجويرو انا اسف قاعده بره على الدكه. فلا بسم الله ما شاء الله، ثم برناردو سيلفا الثالث، واحد اشول ثالث بيلعبوا عليك، بقول لك ثلاثه شول مش ممكن، ماتش كبير جدا بيعود برناردو بعد ما كان واحد من رايي في موسم كده اللي هو تقريبا السنه اللي فاتت او اللي قبلها كان افضل لاعب في السيتي. النهارده بيرجع تاني بيشارك، بيرجع يستغله. دقيقه 82 الماتش بيموت، جوارديولا النهارده مستفزك جدا، اللعيبه النهارده عارفه ازاي تلعب باستفزاز. النهارده بتشوف ده في حتى رد فعل باريس سان جيرمان ولاعبته بعد الهدف الثاني. ماتوا طبعا نفسيا، انا مقدر ده، وهنيجي نتكلم على باريس سان جيرمان في الاخر، ولكن يعني العنف الزايد والمعيله الزايده بتاعت احنا خلاص الماتش باظ فهنبوظ الماتش تماما. طبعا ده مع الخبره ممكن يكون بيروح، طبعا ده مع انت ما بالك كمشجعين بتبقى متضايق ازاي وفريقك خسران بترمي حاجه، فما بالك اللعيبه. طبعا اللعيبه ليهم دور ان هم ما يعملوش ده، ما يدخلوش يكسروا اللعيبه ويبقوا بيتدخلوا بعنف. بتشوف دي ماريا النهارده، يعني انت بتعمل كده ليه؟ لعيب زيك يا دي ماريا ممكن نلوم حد صغير، ولكن دي ماريا كورته مع فرناندينيو ده يعني شيء بيدل انك متضايق قوي من الخساره، شيء بيدل انك ضعيف، شيء بيدل انك استسلمت بدري قوي واديت لفريقك وقت ممكن ان النتيجه كانت تبقى محرجه اكتر ويلعبوا ناقصين وتبقى ليه يا معلم؟ طب يعني الفريق نفسه يا جماعه نازل يعني ما فرقش كتير يا جماعه، انت بعد الهدف الاول تحسهم ماتوا، اتعصبوا بزياده، مش بكلمك حتى بعد الهدف الثاني بس، بالهدف الاول يا جماعه التوتر التنس ازاي؟ مع طبعا عبقريه بوشيتينيو في نزول ايكاردي النهارده، لعب الماتش اللي فات ولكن مويس كين يا جماعه بتشوفه هو المتالق في الشامبيونز ليج، بنشوف النهارده ايكاردي
ما انا مش عايز احكم عشان مش هبقى بضحك عليك وبقول لك انا بتابع الدوري الفرنساوي وبتاع، ولكن ايكاردي انا ما شفتوش خالص في دوري الابطال حتى، يعني ما شفتوش ليه تاثير واضح، ولكن شفت مويسكين، شفت الراجل بيتالق حتى مع وجود امبابي وبيلعب في الدوري الفرنساوي. لما كنا بنشوف ارقام مويسكين ان هو ايفرتون بتندم عليه، لا كانت ارقامه عاليه، الراجل بيشارك حتى لما نزل على الدقيقه حاجه و60 تقريبا عشان اكون متاكد، نزل امتى حاجه كده، يعني نزل بالظبط في الدقيقه 62، شكله كان افضل بكتير من ايكاردي، يعني الراجل عدل على طول الغلط بتاعه، حاول يشير اندر هيريرا من نص الملعب وينزل بدراكسلر ايضا اللي كان شكله بعيد جدا عن الماتش، النهارده بالتقفيل الصح بالكور الماتش مات بدري، والسيتي او باريس سان جيرمان انا اسف ما كانش ليه اي رد فعل واضح وصريح. بوشيتينيو في ازمه، مش هنحكم عليه، مش هنكون عناف، طبعا انسى فكره ان انا بقول لك كده عشان توتنهام كل ده هزار بنهزر فيه، ولكن انت بتتكلم على مدرب ما خدش حقه، ما خدش وقته، ممكن نحكم عليه من السنه الجايه تماما طبعا معاك حق، ولكن لا انا اسف، يعني انت بتبص على الدوري الفرنساوي انت خسران ولسه عندك 3 ماتشات في ايد ليل انها تعملها وتفوز على اول دوري فرنساوي منذ زمن عليك كانت في ايدك، انا اسف يعني ما تقوليش ان انا ما خدتش وقت، لا انت يعني حسام بدري لو جه يدرب يعني هيعرف النهارده ازاي يكسب الدوري الفرنساوي من ليل، انت بتقع، مش ليل بس اللي عمل ليل بتقع كمان وانت بتقع برضه، يعني ما كانش انت واخدهم وهم بيرفكت وقعدت تكسب والدنيا كانت ماشيه معاك كده، لا النهارده زي ما كسبت انت وكلنا حييناك يا بوشيتينيو قدام جوارديولا في الشامبيونز ليج لما كسبته وطلعته في اخر دقيقه، النهارده انت عارف هو اللي يلعبك، النهارده ما عرفش تماما يعمل قدامه جوارديولا اي حاجه سواء في فرنسا او خاصه الماتش الثاني اللي عارف يلعبه تماما جوارديولا، قدر ان هو يعالج اخطائه بفريق متكامل، بفريق يا جماعه قريب ان هو يحرز تاريخ ليه جديد جدا بجيل. يا جماعه انا مش مشجع للسيتي، ناس كتيره ما بتحبش السيتي عشان فكره 2008 والجيل الجديد، ولكن في كذا لعيب يا جماعه وفي منظومه فعلا شغاله، الناس اللي بتكسب دوري ورا دوري ورا 4 كرباو ورا اف اي كاب وشغالين زي الفل، النهارده بيحققوا او داخلين على ثلاثيه منها مضمونه، منهم الكرباو كاب اللي اتاخد، دوري خلاص بسم الله ما شاء الله على وشك شعرايا عشان يقصوا الشريط، والتشامبيونز ليج برده على بعد شعرايا، وممكن يا جماعه خلي بالكم نشوف نهائي انجليزي في بروفا ليه يوم السبت الجاي لما تشيلسي هيلاعب مانشستر سيتي، في جوائز يا جماعه هعملها، يعني خليكم جاهزين جدا واستعدوا ان شاء الله يوم السبت في حلقه اوروبا بقى اللي بنعملها بشكلها الطبيعي، هنتكلم على الماتشات خاصه لو بكره تشيلسي كسبت ريال مدريد هتبقى بروفا ناريه، هنشوف ماتش يتحول تماما من ماتش لواحد بطل دوري لواحد بينافس في التوب 4 الى افكار ثانيه خالص هنتكلم فيها، وهنعمل ايضا بقول لكم جيف اويز كبيره جدا جدا جدا، استنوا المفاجآت وهنعلن قريب قوي، ولكن ده كان كلامنا على الماتش. انا اسف يعني برضو عايز اقول ان لعيبه باريس طبعا تتحمل بعض المسؤوليه، النهارده نيمار يعني اتكلمنا عليه لما بيؤدي الواجب، النهارده في حنكشه زياده في كتير قوي على ماتش يا نيمار، ممكن نقول عليه لما تكون انت راكب او بادي عليه، يعني انت بادي الماتش عندك في فرنسا ماتش يستوعب ده، لما تكون انت كسبان البايرن في المانيا وترجع تلعب بالحنكشه دي اقول لك الماتش مستحمل، ولكن انت النهارده انت اللي بتجري يا نيمار، انت مستحمل، عايز واحده النهارده الكتيره ورقص وبيتاخر برده في القرارات الاخيره، النهارده يعني دور امبابي اللي افتقدناه ايضا في الماتش الاولاني، حتى مش بقول ان الفريق يعني لعب وحش عشان امبابي مش موجود، هو ما كانش موجود الماتش الاولاني برضو عشان ندي حق دفاع السيتي يعني احتووه تماما، النهارده لو كان موجود بخطورته عارف يظهر كان هيبقى اكيد شكل باريس سان جيرمان افضل، ولكن تفوق من استحق، تفوق بطل على يعني بطل من الدوري الانجليزي، هو بطل في كل حته، هو فعلا فريق يا جماعه مرشح بقوه، ومن رايي هو اللي هيبقى عنده كفه 60% ايا كان مين اللي هيلعب سواء تشيلسي او ريال مدريد اللي مش في افضل احوالهم، ولكن في الاخر ده نهائي، تشيلسي ما تستبعدهاش تماما، ريال مدريد هنتكلم عليهم بكره ان شاء الله بعد الماتش ما تستبعدهاش تماما، ولكن هو الفريق الاحسن شكلا والافضل شكلا، ده كان رايي، سيبوا لي رايكم في الكومنتات، لو عجبتكم الحلقه يا جماعه اعملوا لايك واعملوا سبسكرايب للقناه، هنتكلم بكره ان شاء الله، استنوا الحلقه افتح تنبيهاتك عشان تجيلك الحلقه اول ما تنزل، وكفايه رزعه قوي لحد كده.